هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا قرة عيون. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا قرة عيوننا وقرة عيون أهل الكويت بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه. حفظك الله لبلدك ولشعبك وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الإنسانية. ونشر هذا الفيديو. زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد رحلته العلاجية. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر نحمد الله لعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج هذه العودة المباركة والميمونة. دعا رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي خلال زيارته لفريق عمل مسرحية ثلاثة أيام في الساحل والتي ستعرض خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي بقوله إيه المسرحية الفشلة دي؟ ونشر هذا الفيديو. كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن البروفة النهائية للنافورة الراقصة ومنطقة البوليفار التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وغرد عبر حسابه في تويتر قائلا البروفة الأخيرة للبوليفارد والنافورة والمسيرة راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء. هذا 70% حضوركم شرف لنا والدعوة عامة. حابب أقول شيء مهم والله 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 لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحقق 1% من اللي بتشوفونه في الرياض خصوصا والمملكة عموما. ونشر هذا الفيديو. قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. كشف مرور محافظة جدة عن تفاصيل رصد كاميرا مراقبة لحادث اصطدام مركبة بواجهة أحد المطاعم مؤخرا مما نتج عنه إصابة أحد العمال بالمطعم بإصابة خفيفة وتم نقله إلى المستشفى. رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو الحادثة وأشادوا بحسن تصرف أحد العمال بالمطعم. نشر محمد صلاح على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً مع ابنته مكة وهما يحتفلان بعيد الميلاد معلقاً عليها أحضرت لك موانا عيد ميلاد سعيد يا أميرتي. وتقمصت مكة الشخصية الكرتونية موانا في الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم حيث ارتدت بجانب والدها الملابس التي تشتهر بها هذه الشخصية. نشر رمضان فيديو على حسابه الرسمي على تويتر أثناء دخوله كابينة قيادة الطائرة لخوض تجربة جديدة كما قال وجلوسه على كرسي القيادة وهو ما تسبب في العديد من ردود الأفعال الغاضبة التي وصلت إلى مستوى رسمي
قرر إيقاف الطيار ومساعده للتحقيق معهما.